أغلب الأعمال التجارية مبنية على الاستيراد والتصدير، ومن الصعب أو حتى من المستحيل إنجاز أي تجارة عالمية من دون دعم لوجستي احترافي. الخدمات اللوجستية: كل ما كان التاجر سريع ودقيق في تسليم البضاعة، كان العميل سعيد في التعامل مع هذا التاجر. وبكذا أحد أسباب زيادة الدخل هو الارتقاء في تقديم الخدمة. طبيعي راح يضايقك منظر ازدحام السيارة، وطبيعي أن بعض السائقين راح يفقد أعصابه، والموظف عند البوابة اللي يتأكد من صحة معلومات الزوار راح يرتبك من صوت الأبواب، وبيتأخر في إدخال البيانات. بعض الأحيان يكون نفس الموظف بطيء في إدخال البيانات. إذن معذور رجل الأمن إذا فقد السيطرة على تنظيم حركة المرور لأنه تكدس السيارات فوق طاقته. إذا جينا نبحث عن المشكلة، راح توضع أصابع الاتهام على مدخل البيانات. قصة حل هذه المشكلة في فترة التدريب الميداني في أحد الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات اللوجستية ولديها رصيف في ميناء جدة الإسلام. أنثابني الفضول عند ملاحظة تكدس الشاحنات عند أحد بوابات الميناء. وجدت أن موظف البوابات إدخاله للبيانات بطيء جدا، وبذلك أصبح سبب تكدس الشاحنات واضح بالنسبة لي. بدأت بقدر المستطاع الاجتماع ببعض منسوبي الشركة لدراسة خط سير هذه الشاحنات، والتعاون كان ملحوظا لأنني حصلت على كل ما أحتاج من معلومات لحل المشكلة. صممت موقع إلكتروني يسمح لشركات النقل بتعبية كل البيانات المطلوبة من قبل الميناء، ليسمح للشاحنات بالدخول من بواباتها. بعد ما يتم إدخال البيانات من قبل شركة النقل، راح يحصل على تذكرة إلكترونية فيها صورة وبيانات السائق، بيانات المركبة، وبيانات الحمولة. الخطوة التالية يتم تسليم التذكرة الإلكترونية لسائق الشاحن. موظف البوابة يأخذ التذكرة الإلكترونية من السائق ويقوم بقراءتها عن طريق قارئ خاص، لأن المعلومات مشفرة بكود الاستجابة السريعة، وبكذا راح يحصل على كل البيانات الإلكترونية. وأخيرا نقاط القوة في هذا المشروع: ما راح تضايق لأنه ما عاد في زحمة، وسواقين الشاحنات راح يكونوا مبسوطين لأنه ما راح يطول انتظار، والموظف عند البوابة ما يحتاج يكون سريع في إدخال البيانات. رجل المرور أيضا راح يكون مسيطر على تنظيم حركة المرور. أتمنى يكون مشروع تخرجي نال إعجابكم. دعواتكم بالتوفيق. تحياتي مني لكم، أنا المدرب المهندس محمد حسين كردي. Created using Powtoon.